السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذه السيده اللي شفتوا في اول فيديو وقع لها مشكل مع ولدها، خرجها للزنقه بلا رحمه بلا شفقه، شرات مسكينه الدار وكتباتها بالاسم ديالو، قالت غادي نجوجو ونجلس معاه، ولكن للاسف كل شيء تقلب عليها. وهذا الولد هذا ما صدقش، خرج لها من الجنب وجاب البوليس وخرجها ورمى لها حوايجها في الزنقه. هي مسكينه كما عودات بانها راه ما كانتش، كانت في الخدمه، كان فقط ولدها الصغير والزوج ديالها. عيط ليها ولدها قال لها راه البوليس جاو، اختي خرجوني من الدار. جات مسكينه تتجري، تفاجات بهذاك الشيء اللي شافت قدام عينيها، بان ولدها بدل الباب والباب اللي كان لاصق ضربوا بها، وقال لها صافي خرجي عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الجزاء ديالها، هذا هو الجزاء ديال 9 شهور اللي حملات بك في كرشها، وعامين ديال الرضاعة والتربية والعذاب اللي تعذبات من كنتي صغير، دابا كتجازي هذا الجزاء هذا. ولو أن الدار ما تكونش ديالها، تكون ديالك، خصك تهزها فوق راسك، ماشي دي ليها التصرف هذا. نخليكم تسمعوا الشهادة ديال الأب ديال هذا المسخوط هذا شنو تيقول. ملي سميتو تزوج وولد الوليد هو يتقلب علينا، ولا لينا سميتو كيتسنط على الكلام مرتو وداكشي، وسميتو خلاني تسناني حتى خرجت انا من الدار، قعد الدري وحدو صغير هو يخرج الدري، جمع مع البوليس وداكشي وخرجوه، وصدقوا دايرين سميتو سدوا الباب وداروا كان اخر، ومشى جاب باب اخر ديال الحديد، وملي بغى يطلع الباب ضرب المرا به، ضرب مو بالباب، ومشارها وطلع الباب ركبوه وزاد خلفه. هذا ولدي، هذا ولدي، ولدي هذا هو الكبير، جاب سميتو جاب مراتو، دابا راه مسكنه في الدار، يعني مدخل مراتو نتوما خلاني بين الحوايج ديالنا وكلشي، دابا راه ما لاقين ما نلبسو ما لاقين من داكشي اللي لابسين، اللي لابسين هما اللي كنكتابو دابا. واخا مراتو عايشه دابا معاه في الدار وانت عايش في الزنقه. مراتو كاينه في الدار وحنا في الزنقه دابا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن 7 الموبقات عقوق الوالدين، كنسألوا الله الهداية لهاد الولد هذا بصراحة اللي ما دار فيها ما يصلح. فوخا كما قلت لكم ما تكونش دارها، ما خصوش أنه يلوح الشارع، فما بالك أن الدار ديالها. فأين هو البر بالوالدين؟ فالله يلطف بنا يا ربي، ضروري خاص يتعاد النظر في طرح دستور من اجل جعل قانون عقوبة عقوق الوالدين، ما دمنا في دولة اسلامية، باش يكون عبرة لغيره من المساخيط. غادي نخليكم تشوفوا او تسمعوا تصريح ديال الام اللي مسكينة طريحة الفراش، يلا جات من طبيب، نخليكم تسمعوا شنو تتقول. مني خرجني وجاب مرته وجاب مخزن، المخزن كان عليهم هما يديروا لي حل، ماشي خرجوني تما غاديين بيا الكوميساريه. ما لقاوكش في الدار؟ انا جيت من تماره، اش غناكل؟ لقاو الدار خاويه، كاين ولدي، يعني ما لقاوكش، كاين راجلي، ما لقاوكش انت. انا خدامه عليا، كنصرف عليا، الا ما صرفتش على راسي ما نصرفش، الا ما خلص الضو ما خلص الماء شكون غيخلص ليا؟ يعني استغل ديك الفرصة لقيت الوقت اللي حضرني. أنا خرجت مشيت، أنا مسحوق غادي يجي ما نخرجش، نبرك في داري. قلت لي ضربك بالباب بالحديد. الوقت اللي فاش داني المخزن من الخدمة غوت عليا ولدي الصغير، قال لي ما شادني البوليس في الدار. قلت له ولدي علاش؟ هزتني الدرية اللي خدامة عندها هي كاينة، هزتني جابتني بالطوموبيل. الوقت اللي دخلت لقيت البوليس، لقيت هذوك صحاب ديف ديف اللي جايبين الماطر صافيطات، لقيتهم عند الباب مهودين ولدي من الدروج، حبسوني في الدروج. انا كنت صحو غيجيب الباب يسد عليا ندخل، يدوني البوليس، يدوني، ما نتعدش على الناس، ما نشفرش، ما نتعدش على الناس، ولكن حقي ما نسمحش فيه. دم جوفك حطيتي على ديك هذيك الدار، طلبت فيها، جعت فيها، الناس كياكلوا، الناس كيتبرعوا في جلال، في صنادل، انا كنطلبها من عند الناس، كيعطوني عند الناس اللي ما جاتش قدهم حنا ضعيفه كيعطوها ليا. واخر وقت الانتاج خرجت بالا دعت في الزنقه، لا الشتا والبرد، هزوني من الدروج داوني داوني الكوميساريه. مني جيت كيقول لي الناس راه ما كاينش، حنا صافي طرقنا الدار، هما دايرين معاهم، دايرين معاهم، كان عليهم هما المخزن، الله هما المخزن يديروا لي حق،
قول لي لا امك وباك ماشي كاري. انت شكايه عندي وكلمة. اللهم ان هذا منكر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كما تدين تدان الزمان دوار، ومن زرع الشوك سوف يجني الشوك، حتى هو راه عنده ولده غادي يدير له نفس داكشي اللي دار الام ديالو. دابا انا ما فهمتش كيفاش ان المحكمه كتحكم الام بالافراغ بدل ما تحكم عليه هو بالحبس اللي داعي الام ديالو ومخرجها للزنقه. راه واخا تكون ظالمه راه هذا المسخوط الوالدين هو اللي خصو يتعاقب ويتربى، ماشي هي اللي خصها انها تخرج للزنقه وتعذب. وجاي الشتا والبرد فين غادي تبقى تنعس فين؟ هذوك الناس اليوم عطاو هذاك البيت ما عرفناش غدا واش غادي يخليوها فيه ولا لا، شنو المصير ديال هاد المراه هي والزوج ديالها والابن ديالها، فين غاديين يمشيو؟ تعب ديال سنين تضرب ليها كامل في الزيرو وبقات لا شيء، يعني راه شتو الحاله ديالها كيفاش دايره، خرجت والو حتى حوايجها ما هزاتهمش، ما هزات حتى شي حاجه نهائيا. هذاك الشيء اللي كتشوفوا فقط الناس هما اللي حسنوا بها وعطاوها هذاك الشيء، ف يعني ما بقى ما يعجب. والله كسروا المساخيط، ولينا كنشوفوا هاد الايام المساخيط كثروا بزاف. اللي كتسمع هذا قتل مو في هاد البلاصه، هذا قطع عليها راسو راسها، هذا خرجها من الدار. الصراحه شي ولا تيخلاه، والله ما عرفناش حنا هاد الجيل هذا اللي اللي ولا دابا كيفاش تيفكر، ولا كيفاش يعني بلا ما يبقاو الناس يقولوا راه كاين اضطرابات نفسيه او امراض عقليه. هادشي كامل اولاد المبررات ما نقبلوش بها، لان الوالدين تيبقاو خط احمر وخا يديروا اللي يديروا، او الانسان وخا تكون نفسيته كيما بغات تكون ما يأديهمش. نتا اللي خرج ما عجبكش صافي، ما بغيتيش انك تحكم معاهم ولا تسكن معاهم، نتا اللي خصك تخرج ماشي هما اللي خصهم يخرجوا. عادي تنعرف نتا الا كنتي مرضي الوالدين ماشي تشدهم وتخرجهم للزنقه ترميهم للزنقه وتبدل عليهم الباب، شنو المصير ديالهم؟ فين غادي يمشيو؟ تنتمنى ان هذا الشاب هذا يتراجع ويفكر مزيان وترجع ليه بندامه ويرجع والديه يسكنوا في الدار ديالهم، وإلا ما عجبوش الحال هو اللي خصو يخرج راه ماشي هما. وصلنا اخواني اخواتي لنهايه الفيديو، كنتسنى التعليق ديالكم، قولوا لي شنو رايكم في هذه الظاهره اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا، ظاهره اللي السبب ديالها البعد عن الدين وعده اسباب اخرى. غادي نتسنى التعليق ديالكم اللي كتهمني دائما، وكنتمنى انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو باللايكات والبارطاج، والسلام عليكم.